السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشريط أريد أن أعلق بسرعة على ما جاء في رسالة جوردن بيترسون للمسلمين ببعض النقط السريعة حقيقة. وهناك تعليقات على 3 مستويات. المستوى الأول هو من حيث يعني المضمون، والمستوى الثاني هو من حيث يعني الظرفية أو الشريط، يعني من حيث المحتوى و طريقة الإلقاء، والمستوى الثالث هو من ناحية يعني التناسق. في المضمون يعني هو يظهر على الشريط أن هناك يعني بعض النوايا الحسنة، مثل يعني طلب المسامحة لما قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رئيس حرب أو قائد حروب، والآن يقول يعني عليه السلام. فكذلك يعني محاولته من التقرب من المسلمين الذين يتبعونه، وكذلك يعني يقول أننا يعني كلنا كمتدينين يعني نواجه هذا الخطر الذي هو يعني تدبير شيطاني لسلخ الهوية الدينية و يعني أخذها إلى انحراف يعني مجهول. وهذه يعني مسائل يعني محمودة، لكن الإشكال أن في مع تطور الشريط أو مع مرور الدقائق في الشريط، أنه هناك أشياء يعني تبدو سطحية جدا في كلامه. أولا يعني لما يقول أنتم كمسلمين عليكم أن يعني أن توقفوا هذه الصراعات التي توجد بينكم، ويعني تناقش أناس من الجهة الأخرى سواء كانوا يعني من الديانات الأخرى مثل اليهود أو النصارى الذين هم الكتاب أو الديانات الأخرى. فهذا الشيء أولا هو مبني على خلق ثنائية يعني غير حقيقية، لأن لا يمكن وضع يعني الشيعة أمام السنة، والشيعة لا يمثلون أكثر من 10% من المسلمين في العالم. فهناك يعني انحرافات أخرى للإسلام مثل الإباضية وانحرافات أخرى مثل القاديانية وغيرها، يعني هي موجودة. فهل سنقول يعني علينا أن نضع حوارات مع كل الطوائف المنحرفة؟ طبعا هناك يعني حوارات داخلية للإسلام وللمسلمين الذين يعيشون مع هؤلاء بالتي هي أحسن طبعا، وربما هو غير واعي بهذا هذا الشيء. لكن خلق هذه الثنائية كأن السنة والشيعة يعني شيئين متكافئين، هذا يعني هذا يعني نابع من ربما تعامل سطحي مع المسألة. كذلك يعني توجيهه، وسأعود على هذه قضية التوجيه لتوحيد الصفوف، هذه يعني كذلك يعني عبارات يعني تحتاج إلى تفصيل. فالتوحيد لا يكون مع أي شخص، ولا يكون مع أي تيار، بل يكون مع الذي يعني سيمكنك التوحيد معه من المضي قدما. المسألة الثانية التي تظهر فيها يعني تظهر فيها سطحية كبيرة هو لما يقول يعني لا كفى من النظر لليهود والنصارى على أنهم يعني أعداء. فحقيقة يعني يقول أن الشيطان يكمن في داخلنا أو في داخلكم، أو ربما هو لا يوجه العبارة فيقول look within، يعني انظر إلى الداخل. فهذه هذه يعني هذه سطحية، لأن الذين ينظرون إلى اليهود على أنهم يعني أعداء ويستحقون يعني العذاب والآلام الآلام يعني التعذيب المبين هم النصارى أنفسهم خلال 2000 سنة. فاليهود يعترفون على أن أفضل وضع عاشوا في التاريخ كان تحت حكام المسلمين، وهذا يعني موجود في الأندلس وموجود في الشرق، وكذلك وجد عندنا في المغرب. فهذه يعني أشياء مبنية على عدم إلمام بالوضع التاريخي لهذه المسألة. فهم عاشوا يعني أسوأ مصائبهم تحت النصارى، والتنكيل والتعذيب والطرد إلى غير ذلك، وتوج هذا بتعذيب هتلر لليهود في ألمانيا وغيرها. لكن المشكل هو أنه يغفل تماما أن اليهود اليوم هم من يمارس التعذيب والتنكيل والنازية الجديدة في لإخواننا في فلسطين، ويعني بقذائفهم وبطائراتهم لما يضربون يعني المباني
والمستشفيات والمدارس، وهذا موثق كله من طرف الأمم المتحدة. فهذه النظرة السطحية أو ربما النمطية لقضية أن المسلمين ينظرون إلى اليهود كأعداء، هذه يعني هذا نابع عن سطحية. كذلك قضية الأقليات، فالأقليات يعني لم تكن، بل عاشت الأقليات أفضل وضعياتها في خلال الحكم الإسلامي. فانظر إلى اليوم، هل نجد اليوم مسلمين أصليين في إسبانيا وفي صقلية وفي جنوب فرنسا؟ وهل يعني هذه الأقليات عانت خلال الحكم النصراني، ومحاكم التفتيش هي اختراع نصراني. أما الأقليات في العالم الإسلامي مثل النصارى اليوم في مصر، فموجود يعني لا يزالون يعني يشاطرون العيش مع المسلمين هناك ويتعايشون معهم، ولا زال هناك يعني ملايين المصريين الأقباط والنصارى. وكذلك يعني في لبنان هناك يعني مئات الآلاف من غير المسلمين، وكذلك يعني في المغرب، كذلك يعني في العراق. فهذا يعني شيء غريب غريب حقيقة. وكذلك يعني لما نقول، هو ربما يخلط بين شيئين، يخلط بين قول المسلم إن اليهودي أو النصراني ضال في عقيدته، وربما الهندوسي كذلك والملحد كذلك لهم ضلال أكبر، ولكن هذا لا يقتضي أن نتخذهم أعداء في الدنيا. وهذا ربما هو الشيء الذي لا يستوعبه، وهذا مشكل، لأنه هو أصلا هو متخصص في علم النفس، وهذا الشيء يعني المفروض يجب أن يفصل بين هذين الأمرين. ثم هناك يعني رسائل خطيرة في رسالته للمسلمين، منها أنه يعني أشاد بالاتفاقيات الإبراهيمية، ويقول أنها ستجلب السلام بين جميع يعني الديانات الإبراهيمية. والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقية كانت ممهدة للتطبيع مع الصهاينة، وهي ممهدة للتطبيع مع لبرلة وعلمنة الدين وصلخ الإسلام من مبادئه التي عليها إجماع علماء المسلمين. فهذه يعني الليبرالية الجديدة التي هو أصلا يحذر منها. وهذا كذلك يعني نابع من نوع من السطحية في التعامل مع هذه الأشياء التي هي في الحقيقة يعني مصيرية ومهمة جدا. ثم هذه الاتفاقيات الإبراهيمية هي نوع من التطبيع ومن تشجيع الاحتلال الصهيوني وإعطاء الضوء الأخضر. وكما نعلم بعد هذه الاتفاقيات صمتت الدول العربية عموما أمام الانتهاكات التي مارسها اليهود في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وهذا مشكل. هذا من حيث المحتوى بسرعة. أما من حيث المضمون، فمن حيث الإطار وطريقة التعامل، فحقيقة هذا الرجل يعني صار معروفا في أوساط المسلمين. لماذا؟ لأنه يعني أخرس كثير من النسويين والنسويات، لكن كونه يعني متخصص في الرد على النسويات لا يجعله متخصص في أي شيء. ولذلك هذه نصيحة عابرة، لا تأخذ من الإنسان الميادين التي يتحدث فيها وليست من تخصصه وليست من هويته ولا يلتهم فيها الكتب والمعلومات. فالإنسان يقتصر مع جوردن بيترسون في قضية التعامل مع النسوية وقضية بعض القضايا التي يتقنها. أما هنا يعني دخل، وكما قال العلماء، من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. أما المشكل حقيقة في هذا الشريط هو تلك النظرة الاستعلائية التي يوجه فيها المسلمين، وربما يأمرهم يعني فيها، تعطينا إحساس بذلك، النظرة تلك النظرة يعني الاستعمارية أو الاستعمارية الجديدة، نيو كولونيال اوف بيردن ذا بيردن اوف ذا وايت مان، يعني كلفة الرجل الأبيض الذي عليه أن يساعد سكان الشعوب الأخرى والدول الأخرى في التحضر والتمدن، وتوجيههم بالنصائح الحكيمة التي تأتي من الغرب المتنور. وهذا يعني مصيبة، هذه مصيبة ربما لا تقل سطحيتها عن السطحية التي كانت لديه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه
أمير حرب وحروب، وهذا وصف يعني لا يليق طبعا. أما بالنسبة إلي وبالنسبة لتوصياتي له لجوردن بيترسون وللنصارى الذين يتبعونه وغيرهم، الذي أقول وربما أتخذ هنا نفس النمط لتروا سطحية الكلام، بعض الكلام الذي جاء في شريطه وعبث بعض الأفكار. فأنا الآن أتحدث كما يتحدثه، ولكن مع الغرب ومع النصارى، وأقول آن الأوان لتوحيد كنائسكم، توحيد كنائسهم في الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فكلها يعني عاثت في الأرض فسادا، وعانت منها أوروبا كثيرا، وعانت منها الدول الأخرى كثيرا، وكانت هناك حروب في أوروبا وفي غيرها. وكذلك يعني آن الأوان لوقف قتل يعني الناس الأبرياء والمدنيين في حروبكم وحروب روسيا مع أوكرانيا، وحروبكم في الدول الأخرى الاستعمارية. فحقيقة يعني البشرية أكثر ما عانت هو الذي عانته في 100 سنة الأخيرة، وأكبر الحروب التي دمرت البشرية كانت الحرب العالمية الأولى والثانية، التي لم تضاهيها أي حرب في التاريخ من ناحية القتلى والتوسع في بقاع المواجهة. ولذلك يعني حقيقة يجب كذلك الكف عن تبديد واستعمار الموارد التي هي في الدول الأخرى من نفط وغاز وموارد يعني ثمينة، ونقلها بطريقة وبحيلة أو أخرى إلى بلدانكم. يجب كذلك التوقف والرجوع لتاريخكم والاعتراف أن هذه الرأسمالية والمادية والليبرالية والإلحاد والنسوية وهذا شيوع الشذوذ الجنسي، هذه كوارث، وكذلك تلوث الأرض، هذه كوارث يعني نبعت من أوروبا، من دولكم، من ثقافتكم، من الثقافة الغربية، من ثقافة الأنوار. ولذلك يجب الأخذ على عاتقكم يعني هذه المسؤولية والاعتراف بهذه المسؤولية تجاه العالم. هذه المصائب التي تدمر الآن العالم والتي يشتكي منها جوردن بيترسون، كونها يعني مخططات شيطانية تدمر البشرية من ليبرالية ومن نسوية ومن مادية ومن إلحاد وكذلك من شذوذ يشتكي منها، لكن المشكل أن هذه الأشياء لم تأتي من العالم الإسلامي ولم يعرفها العالم الإسلامي على النوع الذي يعرفها الغرب اليوم، على الشكل الذي يعرفها الغرب اليوم من شيوع. فهذه الأشياء التي تصدرها الآن وسائلكم الإعلامية من خلال الأذرع الرأسمالية، هذه الأشياء من أين أتت؟ تأتينا من الغرب. فهذه الأشياء التي يشتكي منها هو تأتي من ثقافته، ولذلك وجب عليه التوقف وقفة حكيمة والرجوع إلى تاريخه. وكذلك على الغرب أن يكف أو يقف أو يوقف الاستغلال المادي والاستغلال للموارد البشرية والتلوث الذي يشيعه والتدمير الذي ينتشر من خلال الرأسمالية والعولمة والبنوك الربوية واستغلال ديون الشعوب وديون الحكومات وإرهاقها بفوائد ربوية متراكمة والتحكم في مواردها وثرواتها. هذه كل أشياء متعلقة بالغرب. فأسأل الله أن يهدي ويهدي من يشاهد، وكذلك يهدي المسلمين الذين هم يشاهدونه وربما يتفقون معه في هذه الرسائل التي مع الأسف يعني تظهر عليها النية الحسنة في البداية، لكن سرعان ما تنزلق إلى توجيهات استعلائية شبه استعمارية واحتلالية ومبنية على ملاحظات سطحية. نرجو الله أن يقوم هذا المسار، وأسأل الله أن يبارك في وفيكم وفي المسلمين وفي الأمة جمعاء. السلام عليكم ورحمة الله.